خلينا أجاوب عليها. الفحص متوفر من سنوات. هناك فحص البي سي آر موجود في مستشفى الكرك، في مستشفى مادبة، في مستشفى معاه، في مستشفى الملك المؤسس. هذه الكتات موجودة للبي سي آر. لذلك أنا أرجو حقيقة من الجميع التوخي، الحذر عند تناقل هذا الأمر، لأنه هذا الفيروس مستوطن. هذه مش أول مرة بظهر الفيروس، معروف شو هو، معروف طرق انتقاله. وللعلم هناك خلية كاملة كانت تعمل، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بوزارة الصحة، هناك وزارة الزراعة، وزارة المياه والبلديات، وهناك جهود كبيرة حتى نمنع دخول هذا الفيروس من خلال رش الناقل لهذا الفيروس اللي هو البعوض. طبعا الفيروس لا ينتقل إلا بوجود الطير المهاجر في المملكة، حتى الفيروس يتم أخذ أو البعوضة تتم أخذ الفيروس من هذا الطير المهاجر. فالآن هل حدث أنه وجد هذا المرض لدينا في الأردن؟ نعم، هذا المرض وجد في السابق في الأردن، وكان في حالات وأعلن عنها في عام 2020. الفحص موجود في الأردن في الأماكن اللي أنا تحدثت عنها، وأي حد بطلب هذا الفحص إحنا جاهزين نزوده فيه.